السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا موسى رسول الله. السبت شعب بني إسرائيل راح يقرأوا بتوراة على الموضوع شهادة الزور، يعني فلان شرير وهو بيكذب على الكادي بالمحكمة وهدفوا اتهام الشخص البريء. ربنا سبحانه وتعالى قال إن نية الشخص الشرير قد تعود عليه بالأخير. الله سبحانه وتعالى لا يحبس الشخص المحتال بل يحب الشخص الصادق والنزيء. زي المكتوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه. المعنى إذا كانت عقوبة الشخص البريء 5 سنين رايح تعود على الشخص المحتال. وهذا بذكرني المثل اللي بيقول من خفر خفرة لأخيه قد وقع فيها. أهبتم السيرتون اسمخ متشتفوته. شبات شلوم خبيرين.